السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبي مسلسل من بعد الطوفان الحلقة 11 ملخص غازي. بيطلب من فطوم تروح لبيت شيخة وتعرف شو عم يصير. مريم تحكي حالها خبر بابا ولا شو، لبابا تعبان بس تحسن راح خبره. أنيسة بتطلب من درويش يحكي اللي عنده لأولاده، ودرويش بيخطب أنيسة من أولاده، ويتفاجأ فهد بيرفض، وحمد بيتضايق من درويش، وخالد بيقول لأمه أنا معك إذا زواجك بريحك الزواجي. سيفي بيسأل مريم شبك قلبي وشك، وبتقول له تعباني من الشغل. حمد بيقول لفطوم أنتي وأخوك أرخاص، أخوك بيقول اتزوجك وأخذك بعدين. درويش بيتصل برفيقه على راح يشتري أغراض لأنه راح يتزوج. فطوم تاكل وبتاخد أكل وبتسأل درويش مين بده يتزوج، بقول له وحدي حبيبته راح يتزوجها. أنيسة تحكي لخالد أبوك ظلمني وحطني بالسجن وفي ناس بتشهد ضده. أنيسة تاخد خالد لعند أبو سالم بتقول له أنا أنيسي طلعت من السجن وبدي منك تحكي لابني حقيقة أبوه. وبالفعل أبو سالم بيحكي لخالد. أبو ضحك على أمه على كتير ناس وهو سبب حبس أمه. خالد بقول لأمه أبوي لهلق ما تزوج، بس أنيسي بتقول له لا تخاف يكون متزوج وعنده ولاد. بالفعل منشوف ولد وبنت بيطلبوا أكل، وبعدها البنت ترسل أبوها سيف على الوتس. مريم قاعدة مع أبوها وفهد، وكل شوية بتقول خالد هلق بكون قاعد مع ناس تانين، وأبوها بيقول لها حسني معاملتك مع أخواتك مشان ما يكرهوك. فطوم بترجع معها أكل وبتقول لغازي درويش بده يتزوج وحدي خرجت السجون.